تطرقت الصحف الصادرة اليوم للأجواء التي رافقت الحملة الانتخابية ليومها الثامن. المؤسسة الدينية لا تزكي أي مترشح وتدعو للانتخابات، هو تصريح وزير الشؤون الدينية والأوقاف الذي افتتحت به جريدة النصر مع الرجوع إلى تصريحات المترشحين خلال مواصلتهم للحملة الانتخابية بعد انقضاء الأسبوع الأول. جريدة أوريزون عنونت السمع البصري تحت رقابة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مشيرة إلى عدم تسجيل أي تجاوز وعدم تقديم إنذارات لأي مترشح. كما أشارت السلطة عن تعيين مكاتب استماع للحرص على تطبيق ميثاق أخلاقية الممارسات الانتخابية. جريدة النهار هي الأخرى تناولت تصريحاً للسلطة الوطنية نافية توجيه إنذارات مع الإشارة إلى المناظرة التلفزيونية التي ستكون بإشراف السلطة. وعن المناظرة التلفزيونية تحدثت جريدة الشروق تحت عنوان مترشحون مترددون بشأن المناظرة التلفزيونية، منوهة إلى انتظار سلطة الانتخابات رد المترشحين بعد مراسلتهم، ومشيرة إلى عدم تحديد تاريخ ومكان إجراء المناظرة في انتظار ردود المترشحين الخمس حول الفكرة. جريدة لوسواغ رصدت أهم تصريحات المترشحين التي تجتمع في وعود للخروج من الأزمة ببرامج مختلفة. جريدة الشعب كذلك أشارت إلى وتيرة الحملة التي رفعها المترشحون مع بداية الأسبوع الثاني وعلى مراهنتهم على العمل الجواري مع العودة إلى أبرز تصريحات المترشحين خلال اليوم الثامن من انطلاق الحملة الانتخابية.